لانه بدايه الموسم محدش لعب مباريات، النادي الاهلي يا دوبك لعب مباراتين، واحده في النمسا واحده هنا امبارح مع طلائع الجيش، محدش يعرف عنها حاجه. فبالتالي هي اتحاد العاصمه نفس الكلام، خلي بالك ما لعبش مباريات كثيره، وبالتالي انا بشوف النسبه 50 50 في مثل هذه وجهه نظري يعني. انا كانت وجهه نظرك كابتن الاسلام ان انت عندك مدير فني مستقر عليه، عارف امكانيات كل لاعب كويس، مستقر على القوام الاساسي، ما بيغيرش كتير في التشكيل، ده بيديك الافضليه ما دايما بيغيرش يعني. كتير في التشكيل، ده معناه ان احنا مش هنشوف اللاعبين الجدد في التشكيل، اللاعبين اللي تم التعاقد معاهم يعني. ما اعتقدش من اول مباراه يعني، ما الله، اعتقدش من اول مباراه الراجل، اعتقد باخر نسخه هو ختم بيها هو هيبدا بيها، ده اللي انا بعتقده، ان الراجل مش هيغير كتير في او ممكن لاعب مثلا يبقى تغييره مع امام عاشور مثلا، او ما اعرفش موديست هل جاهز بشكل كامل بدنيا ان هو يبقى موجود داخل الفرقه دي، امور هترجع للراجل، امور فنيه، لكن ما يميز الراجل ده اللي انا بشوفه هو الاستقرار او الابقاء على القوام الاساسي اللي بيحقق كل البطولات معاه، ويعني واحده واحده اللعيبه الجديده هتخش ب يعني ستيب باي ستيب كده، خطوه بخطوه لحد ما ينصهروا مع الفرقه ان شاء الله. البداية لما بتكون ببطولة، هل ده يديك دافع كبير ولا يقلقك ان انت لا هتلعب البطولة؟ احنا لسه مش عارفين هناخدها ولا لا. بيدي مسؤولية كبيرة على اللعيبة، بيدي مسؤولية، بيدخلك المسؤولية دي بباور، دافع تيالي. دافع كبير جدا، بيديك دافع كبير جدا ان انت بدأت الموسم ببطولة، ده بيدي انطباع حتى للصفقات الجديدة ان انت فريق بطولة، فريق بتاخد اي، بتخش اي بطولة بتاخدها، ودي على ما اعتقد ان اللي بتشجع اي صفقة ان هي تيجي النادي الاهلي، بيشوف كم عدد البطولات، بيشوف اخر نسخة للنادي الاهلي في الموسم حقق كم بطولة، وده بيدي دوافع وبيدي قلب لاي صفقة جديدة، وحاجة ما كانتش سهلة على مودست انه يمشي من دورتموند، اكيد طبعا جاله عروض كتير جدا، لكن تاريخ النادي الاهلي وارقام النادي الاهلي بتشجع اي صفقه ان هي تبقى موجوده، فاعتقد ان شاء الله لو حققنا بطوله السوبر ده هيبقى دافع كبير جدا عند اللعيبه وعند الجهاز الفني، تبقى بانطلاقه قويه في بطوله الدوري اكيد.